السلام عليكم، صباح الخير جميع، يعطيكم العافية. الآن خلصنا سكشن 12.6 و 7. عفوا، الآن نبدأ 12.7. الآن 12.7، إذا شايفين الصورة أمامكم، أنا خلفين الصورة الأولى، مش هذه الصورة بالضبط اللي أمامكم. شو هذه الصورة بالضبط؟ حكينا عنها أول ما حكينا أو ما بدأنا نشرح عن موضوع الداينامكس. حكينا هون الطفل هذا اللي بيعمل سلايدين، حركته حلزونية. الحركة الحلزونية بالعادة لا يمكن، أو يعني من الصعوبة، مش لا يمكن، من الصعوبة قياسها باستخدام إكس واي أو وصفها باستخدام إكس واي. فبالتالي بيستخدموا بالعادة إيش؟ كوردينات جديدة اللي هي بتتعامل مع الكيرف موشن. هاي الكوردينات، في عندك عدة كوردينات. أول واحد الكوردينات المشهور فيها ألا وهو كوردينات إيش؟ R theta و Z. هذا أخذته بالمدرسة، أو أخذته عفوا بالكالكولاس. R theta Z هو أشهر كوردينات ممكن نستخدمه، واللي راح نيجي مش المحاضرة هاي، محاضرة المساء، اللي اسمه سيلندريكال كوردينات. ولكن إذا بتتذكروا إحنا وإحنا بنحل بعض الأسئلة أو يعني شرحنا عن بعض المواضيع، حكينا إنه في شيء اسمه تانجينشال، وحكينا إنه السرعة دائما تانجينشال to the back. طب احنا ليش ما ناخذ التانجنشال؟ هو عباره عن بيسك كوردينيت سيستم، حيكون عليه التانجنشال هو السرعه المماسيه، التانجنت للباث هذا بيكون هو التانجنت كومبوننت او التانجنت اكسس. اما الشيء الاخر الا هو نورمال اكسس. النورمال اكسس اللي هو عمودي مباشره على التانجنشال، يعني السياره ماشي بهذا الاتجاه ستريت فورورد، هذا اللي راح يكون اكس، عفوا مش اكس، راح يكون نورمال والعمود عليه تانجنشال. تمام. الان هاي ربما تنطبق الاكسس تاعتها على اكس واي زد. تمام. الان في ثيرد دايركشن ممكن يكون بي زد اللي بتحبه. تمام. فمنشان هيك احيانا ما بيرمزوا له بالرمز زد ثيرد دايركشن، وين؟ في التانجنشال والنورمال كومبوننت او كوردينيت، ممكن يسموه بي. تمام. فبالتالي ديفرنت نيمز اند ديفرنت ستايل. فاحنا اليوم راح نيجي على التانجنشال سيستم، نورمال اند تانجنشال كوردينيت سيستم، ونشتغل عليه. اما السلندريكال كوردينيت زي ما حكيت لكم راح يكون في المحاضره اللاحقه. هذا طبعا ما قلتلكش حكينا عنه. هون خلينا نشوف بعض الابلكيشن الموجوده عندنا. اول ابلكيشن موجود عندنا اذا شايفين في طرق ملتويه. تمام. في عندك هون راوند اباوت، يو تيرن، يو كونكشن، بعرفش طلاب المواصلات بيعرفوا اكثر مني بهذه الاسماء. تمام. وفي عندك هون ايش؟ تيرن مثلا، تيرن رايت، او عفوا تيرن ليفت. هون عندك تيرن رايت، يعني امور شو فيها الحركه كيرف. فهاي احيانا مش سهل نوصفها باكس واي زد، نحتاج الى كوردينيت جديد نسميها ار ثيتا او نورمال اند تانجنشال. هذا الطفل اللي بسوينجين بترجح هون عندنا التانجنشال كوردينيت وعندنا نورمال كوردينيت. ليش سموها التانجنشال؟ لانه اتجاه السرعه، مين اللي بيحدد لي اي شو وين التانجنشال كومبوننت او اكسس؟ هو اتجاه السرعه مباشره، لانه احنا بنعرف all the velocity, every velocity is tangent to the path. تمام. هاي الفيلوسيتي، هاي التانجنشال، تظهر الحركه دورانيه يعني باعتبارها. Just a minute. اوكي. فعندي هون اللي بدي يحكي شباب بيرفع ايده لو سمحتوا، احنا هون في محاضره. Just respect. اوكي. هون التانجنشال، هون النورمال. اوكي. فبالتالي شو راح يكون عندي انا؟ تانجنت تو ذا فيلوسيتي، تانجنت تو ذا فيلوسيتي. اوكي. والنورمال 90 ديجري، بيربنديكولار اون ات. اوكي. فهذه هي الحركه الموجوده عندي. طيب الان شو نوع الحركه الموجوده عندي هون؟ الحركه الدورانيه، انه بدي الف كامله، يعني بدي يجي هذا المرجع حتلف 360 درجة، وهذا الحكي مش موجود. فمسميها كيرف لينير موشن. ايش اسمها؟ كيرف لينير موشن. هذا كل الموضوع اللي راح ناخذه ما اخذناه المرة الماضية، لسه ما زلنا بالكيرف لينير موشن. طب خلينا نشوف نفس الفكرة هون. هون الفكرة انه بقدر اوصفها بالتانجنشال والنورمال او ار ثيتا وزد كمان. تمام؟ هون اذا بدي اوصفها بار، هي ار الراديوس ثابت. شو بدي انا ايضا؟ بدي الزاوية. حسب مين؟ حسب الزاوية. فبالتالي different component or coordinate style
we can use. It's a cylindrical coordinate. في عندك بوكس مثلا at this point بده ينزل بطريقة لولبية حتى يوصل لهون. هذا شو بنسميه؟ في أنا ممكن أوصفها بالتانجنشال والنورمال. كيف التانجنشال؟ هي اتجاه سرعتها هيك. وكيف النورمال عندي؟ رح يكون عمودي بالداخل. عمودي عليها بالداخل. تمام؟ طب والزد أكسس؟ أيوة هذا الطريقة. فرتيكال. تمام؟ هاي إيش بنسميها كمان مرة؟ تانجنشال نورمال كومبوننت. طيب الأذر كلاسيكال واي هذه ار هاي تيتا تكون عن طريق معين انت بدك تاخذها مثلا عن الزاوية 90 عفوا عن الاكسس عن الكلاسيكال واي اي شيء بدك اياه ممكن تاخذها وهذا شو بتصير عندي هون بصير عندي ار تيتا مع زد تمام هذا بنسميه سلندريكال كوردينات وانا اي ثينك انه اخذتوه في الكالكولس والكلاسيكال واي اوف روبوتكس هي استخدام 3 components x y وايضا z هاي كلاسيكال واي بس مع حركه الموتور اسهل منشان تحرك انت الموتور شو بدك تعمل او مش موتور واحد a different more than classical motor stepper motor ممكن تشتغل على بنسميه نيوماتيك سيستم هواء وضغط وكذا فبالتالي حركتها can describe three r theta و z تمام فهاي الكلاسيكال واي يوز طبعا r theta بكل بساطه بنطبقها من x y و z بتضلها z هذه معروفه دائما فهون كل الابلكيشن موجوده في الكيرف لينير موشن ايضا في الكلاسيكال واي اوف ديسكرايبنج ذا موشن اوف بارتيكل يوزنج cylindrical coordinate or normal and tangential coordinate. طيب خلينا الآن نشتق المعادلات. حكينا for particle traveling along a known path. Normal and tangential t coordinate are often used. Normal, tangential. والعكس tangential and normal. فبالتالي if n and t coordinate system the origin is located on the particle. The origin moves with the particle. خلينا نكون واضح. قبل أول مرة درسنا لما درسنا عن الطائرة شو حكينا؟ هاي الطائرة بتتحرك. سؤال حلينا آخر شيء. هاي الطائرة بتتحرك. شو بتتحرك؟ ب x y z أو خلينا نعتبرها x y حاليا. هاي x وهاي y. أوكي؟ هاي طريقة حركة مين؟ الطائرة. الكوردينات x و y شو كانوا؟ بتحركوا معها ولا ثابتين؟ شو رأيكم؟ الكوردينات شو بيعملوا بالضبط هون؟ x و y كان على وجه المطار لديهم اوكي طيب الآن كوردينات x و y شو مالهم؟ ثابتين ما بتغيروا هون فبالتالي أنا I can easily describe X and Y. All right? There is no need to do anything else. بس ليش أنا ما أستخدم another component؟ يعني هاي بسيطة هون. ليش ما أستخدم أنا أكثر component أو other coordinate system؟ ألا هو normal tangential. كيف النورمال؟ عفوا كيف التانجنشال في حركة الطائرة هاي؟ tangential to the path هيا. طب كيف النورمال 190 درجة عليه لتدو ايش toward the center وين السنتر سنتر بايش كيرفيتشر يعني الجسم بتحرك هون toward the center of curvature هاي جسم هون تمام all particle وين السنتر of curvature هون فبالتالي النورمال بيكون بهذه الطريقة يعني النورمال بيكون بهذه الطريقة exactly اوكي وشو حكينا نقطة أخرى حكينا انه النورمال perpendicular to the tangential والتنين on the particle بتحركوا moving with the particle مش x y ثابتين هذول x y كانوا ثابتين بس هلا التنين x عفوا normal tangential they will move with the particle therefore at any time they can change
their direction. خلينا نشوف نقطة تحت أو نقطة أعلى مثل بدكم إياها. مثلا لو جينا للنقطة اللي هون، هاي بارتيكل هون أو الطائرة كانت هون، تمام؟ كيف النورمال والتانجنشال؟ رح يتغير. هاي التانجنشال وهي النورمال، فبالتالي شو عم بيصير عندي هون؟ The coordinate system is changing with the moving of particles. Therefore, they are not fixed. They are not fixed. XY classical way, they are fixed. While normal and tangential, they are moving with a particle and their direction change with mean, with a motion. طب شو اللي بيلعب دور كبير؟ Type of the path. إذا كان عندي الباث هيك ولا هيك ولا الباث هيك straight forward كله أو this is the main significant issue that everything is dependent in the path. So if we know where is the path, how the shape of the path, كيف نعرف how the shape of the path؟ شو رأيكم كيف؟ نرجع للأسئلة اللي وراء أو الأجسام اللي وراء هون الأجسام. كيف بدنا نعرف شيب وذا باث؟ لما يصمموا هذه الطرق بسموها هيك على العميانة they must know the path of this one. They already design it on a certain path. فبالتالي العفو إلها في كيرف. طب لما بسمموا هاي بسموها كمان نفس الشيء؟ لا، إلها كيرف. صمموها بالرسم أولا ثم صنعوها. The same way here. When it's moving over a distance or over a path, they have a certain path. الجسم اللي بيتحرك هون تحرك في path اللي هو ايش؟ نص كرة ممكن تسميه. عفوا نصف سيركل. ممكن نروح لهذه الجهة أو ممكن تسميه 270 سيركل، 270 درجة من السيركل. يمكن يوصل لهون، already left يوصل لهون. وهكذا. تمام؟ فبالتالي ايش أنا عندي بسميه كمان مرة؟ I have to know the path. هون كمان I have to know the path. الحلزوني هذا له باث معين راح تدرسوه لاحقا او اوريدي درستوه بالماثماتكس بس راح نذكركم فيه. اوكي ذاتس جود. هاي نورمال، هاي تانجنشال، هاي البارتيكل تحرك. شو اللي اشي بعرف اباوت تانجنشال؟ اشي بعرف اباوت التانجنشال؟ نفس اتجاه السرعة. Exactly. Velocity only occurs tangentially. فبالتالي نفس اتجاه السرعة. ما دام ان السرعة هي فقط بالتانجنشال كوردينيت فبقدر اوصفها بحكي في الفيكتور بتساوي قيمة السرعة اللي هي سبيد مضروبة في التانجنشال كوردينيت. تمام؟ شي هاي يو تي. حدا بيعرف شي يو تي؟ يونت فيكتور. يونت فيكتور باتجاه مين؟ السرعة نفسها. باتجاه السرعة نفسها بس باتجاه مين؟ تانجنشال يعني. تانجنشال. يو تانجنشال هاي يونت فيكتور شو قيمتها؟ من واحد. اسمها؟ واحد. طب اتجاهها متغير ما بعرف اتجاهها. ضروري جدا تتذكر هاي الشغلة. اتجاهها متغير ولكن قيمتها واحد واليو ان يو سب ان يعني شو؟ يو سبسكريبت تو ان شو معناها؟ شو عكس التانجنشال؟ للنورمال. نورمال. اذا هون التانجنشال هذيك نورمال بتصير بالضبط يونت فيكتور بالنورمال. فبالتالي لما بتيجي البارتيكل بتحرك بدي ارسم لها هاي الجسم كان هون هذا شو اسمه؟ تانجنشال او بسميها يو ان يو تي عفوا والنورمال بتكون بزاويه 90 باتجاه مين؟ باتجاه المركز تاع الكيرف. اذا 90 باتجاه المركز تاع الكيرف. تمام هذه هي يو نورمال. طيب ما دام انا عارف قيمه او سوري اتجاه مش قيمه اتجاه السرعه بالتانجنشال فذات ميك ات ايزي فور اس. طيب في في نفسها شيء بالضبط؟ في لما واحد يحكي لك سرعه شيء في شو هي بالضبط شباب؟ تغير في السرعه. لا في تغير هي السرعه اصلا في شو بي بالضبط؟ تغير بالبوزيشن بالمسافة على إذا مش مسافة خلينا نضلنا نقول بوزيشن
اوكي مسافه هاي خلص كلاسيكال وي احنا بوزيشن دي في دي يو اوفر دي اس اوفر دي تي. شو اس؟ هو الباث. انا اي ديسكرايب ذا موشن اوف ذيس بارتيكل يوزينج ذيس باث، فبالتالي هاي بسميها اس. فبالتالي وين ما يروح عند اس بتغير دي اس على دي تي بوجدها بتكون في. طب كيف بدي اعرف اذا ما اعطي معي اس از ا فانكشن اوف تايم؟ اس از ا فانكشن اوف تايم كيف؟ مثلا ممكن يحكي لي اس بتساوي بدك اياه شيء تي تربيع زائد كذا بتوجدها. اورايت ولكن هذه ببعض الحالات ما بيعطيك اياها لانه بدي اياك تشتغل على الطريقه الكلاسيكيه بالنورمال تانجنشال. هلا بنشوف شو معنى هذا الحكي. خليني نقرا بعض العبارات اللي شرحتها اوريدي بس للتاكيد. The center of curvature O dash always lies on the inside of the curve. هاي سالونا عنها الطلاب امبارح، كيف بالضبط هاي؟ يعني هاي الكيرف، هاي كيرف عندي هون فانكشن معين، وين الريديوس اوف عفوا السنتر اوف كيرفتشر؟ مش ممكن يكون ذيس واي، لازم يكون ذيس واي. وين بالضبط؟ في داخل الكيرف هاي هون، هنا مش ممكن يكون هون او نهائيا الا اذا كان في عندي قطعه كيرف زي يعني كيف مثلا يكون هيك كيرف زي هيك. وين الكيرفتشر سنتر؟ هون هيك لهي النقطه، بس لهي النقطه هون ولهي النقطه او لهذا الكيرف هاي جزئيه هون متوقعه. تمام، هذا اللي بقصد فيه بالضبط عن موضوع اول وحده او داش از ذا سنتر اوف كيرفتشر. تخيل الدائره وين سنتر اوف كيرفتشر؟ بالداخل ما بكونش برا، هذه هي اساسيه. The radius of curvature may change with the moving or with time. And it is perpendicular from distance from the instantaneous curvature center and the location particle. اللي هو بدنا نعرف نصف القطر، بس نصف القطر هون نصف القطر لمين؟ للكيرف. Radius of curvature نصف القطر للكيرف. تمام؟ لأن أنا مش دائما عندي دائرة. أنا هاي قبل شوي شفنا إنه عندي كيرف زي هيك. مثلا هذا الكيرف كيف بوصفه ممكن؟ ممكن أوصفه إكس تربيع عفوا ناقص ثلاث ناقص أربعة ناقص ثلاثة بدك إياه. تمام؟ ممكن أوصف بهاي الطريقة. أوكي؟ أو بأي طريقة بدك إياها. تمام؟ اي كيرف موجود عندي هيك. طيب كيف بدي اوجد له الراديوس اوف كيرفتشر؟ هذا شيء بنرجع له بالكالكولس. وي نو ذات اف اي درايف ات توايس اي كان فايند ذا كيرفتشر اوف كيرفتشر. تتذكروا المقعر والمحدب، كونكيف اب كونكيف داون، ماكسمايز فاليو، حتى جزء المدرسه هذا اخذته هالشغلات، ماكسمايز ام مينيمايز فاليو وراديوس اوف كيرفتشر. راديوس اوف كيرفتشر في له معادله مش مطلوب منك تحفظها. تمام؟ بعدين بنعطيك اياها، يعني ضرورية انه تشتغل تعرف تشتغل المعادلة لأنها ماثماتكس. يعني مشان هيك احنا بنحكي لك when you study static and dynamic you must have a good mathematics especially dynamic. لأنه كمان شابتر راح نشوف أو شابترين راح نشوف differential equation. Alright. هاي R بهذه الطريقة، مش R عفوا رو، شو اسمها هاي رو؟ رو. رو هي الراديوس اوف كيرفتشر، هي المسافة العمودية ما بين الجسم ومين؟ هذا السنتر اوف كيرفتشر. طب اذا رحت هنا هنا وين هي الراديوس اوف كيرفتشر هون؟ هي رو جديده رو جديده، يعني هذول مش متساويات. اوكي؟ طيب الفكره الان نشوف كيف بدنا نوجد التسارع. نعرف احنا انه التسارع له تو تايبس او تو كومبوننتس، نورمال اند تانجنشال. التانجنشال من وين بيجي؟ من اشتقاق السرعة نفسها، والنورمال بيجي من طريقة أخرى راح نشوف ونثبتها الآن. تمام؟ طيب خلينا نشوف إحنا الجسم كان هالبارتيكل الصغير هون تحرك شوي، شو صار هون؟ خلينا نرسم التانجنشال والنورمال لكل واحدة منهم. هاي نيو تي، هاي مراسمهم أوريدي سوري، هاي يو تي، هاي يو تي داش، يعني هذا بعد برهة من الزمن بعد partial of time، وهذه يو ان وهذه يو ان. تمام؟ طب لو اخذنا مين، كيف بدنا نوجد الفرق ما بين هدول؟ ليش بدنا نوجد الفرق؟ هلا بنشوف.
هاي أنا عندي السرعة. شو كانت السرعة؟ قيمتها مضروبة في اليو تانجنشال. طلبوا منك الاشتقاق، كيف بدك تشتقها؟ شو اشتقاق السرعة هون؟ acceleration function تاع الاكسلريشن او فيكتور تاع الاكسلريشن، مشتقة الاولى في الثانية زائد الاولى في مشتقة الثانية. هاي تي تانجنشال واللي تحت تي تايم. خليني اظبطكم اياها كمان، ها بلاش تفكرها ايش ثاني. طيب الفرع الاول او الجزء الاول ماذا يعني؟ وشو اتجاهه؟ شو هذا الاتجاه؟ تانجنشال. تانجنشال. اذا شو هذا راح يكون عندي؟ دي في عادي تي اكسلريشن، اي واحد منهم تانجنشال. تانجنشال اي تانجنشال في اتجاه التانجنشال. الان هاي سرعه في، خليها على جنب. طلع ليش ما خليت هذا المقام صفر، او عفوا هذا التيرم صفر؟ ليش الترم تاع مين UT is not zero؟ لأنه متغير الاتجاه مش تام. لأنه طلع هون قبل شوي كيف كان اتجاهه، بعد برهة من الزمن أو جزء صغير من الزمن شو صار؟ UT dash. فبالتالي أنا بدي أوجد DUT على D time، دلتا time. كيف بقدر أعملها؟ بقدر أرسم الفيكتور. تذكروا رسمات الفيكتور اللي هو كيف بجمع تو فيكتور، كيف بطرح تو فيكتور؟ بدي أوجد ال difference between these two vectors. أنا بدي U over DUT عفوا، فهاي اسمها DUT. طلع رسمت لها هذا الـ UT. منشان أنا أوجد الفرق ما بينهم بجيب هذا الطرف تاعه وحطه على الطرف الأول وبشوف الفرق ما بينهم. تمام؟ يعني أنت بدك تقيس شغلتين، ها هذا القلم بدك تشوف مع أصبعه كم، بتيجي بتقولش آه هذول هيك هذا أطول من الثاني، لا تيجي بتحطهم بنفس البوينت وبتصير تقارن. تمام؟ هاي يعني منشان تتذكر شو اللي بنعمله بالفيكتورز بالضبط. فانا جبت الفيكتور الاول، او هو عباره عن فيكتور لانه متجه، وحده المتجه هاي جبتها حطيتها على وحده المتجه الاخرى. فشو صار ما بينهم؟ فرق ما بينهم دي يو تي. طب شو اللي صار ما بين يو تي يو تي داش؟ صار الجسم عمل كيرف موشن. اذا شو عمل، شو معنى كيرف موشن؟ يعني لفله شوي بالعربيه، اوكي، يعني تحرك، مش شرط لف قام، يعني لف عمل عبارة عن روتيت أبي. حتى كلمة روتيت يعني ممكن تكون إنه كيرفد، لف شوي صغيرة. كم مقدار هاي اللفة الصغيرة؟ دلتا ثيتا. دلتا ثيتا مقدار تغير فيها دلتا ثيتا. طب خلينا نشوف بالمثلث الأول، هذا المثلث إذا رحت لك للماثماتيكس، دي يو تي شو بتساوي؟ هاي دي ثيتا طلع عليه دي يو تي. واحد جاب لك المثلث هذا قال لك شو قيمة هاي دي يو تي؟ مثلث رياضيات هي فيثاغورس. فيثاغورس بدناش احنا، بدنا بنربطها بثيتا. لما يجيك واحد هيك ويقول لك ايوه هذه ار هاي ثيتا، شو بتحكي له؟ مش ار كوساين ثيتا، ار ساين ثيتا. طيب هون يو تي فتحة ساين الثيتا بيصير يو تي فتحه اللي داش تساوي ايش؟ ساين الثيتا، سوري ساين الثيتا دي ثيتا مش ثيتا، حتى ساين دي ثيتا بتساوي دلتا يو تي. طب هل في حدا بيقدر يحكي لي ابروكسيميشن ماخذينه من زمان، بس خلي لنا اياه حاليا موجود هيك. تمام، في ابروكسيميشن ماخذينه من زمان، كلما كانت تيتا صغيره ساين تيتا شو بساوي؟ روح جيبها الحاسبه بس حوليها لراديان، حطها هاي ساين حولها لراديان. تمام، تحول لراديان، تحط ساين مين مثلا؟ ساين الخمسة بالعشرة شو بيعطيك؟ بيعطيك اياها تقريبا 0.5 شيء. تمام، إذا شو معنى الحكي؟ When it is very small، صحيح جواب زميلتكم. When it is very small، theta is very small، delta theta
لأن دلتا ثيتا لف صغير يعني دلتا ثيتا سمول فيري سمول، فبالتالي ساين ثيتا دي ثيتا بيساوي دي ثيتا نفسها تمام. فأنا بقدر أحكي إنه دي يو تي بيساوي يو تي داش تي في دي ثيتا. طب حدا بقدر يحكي لي شو قيمة يو داش تي يو تي داش عفوا شو قيمتها؟ شو قيمتها؟ هذه الفاليو شو قيمتها بالضبط؟ قبل شوي سألت حكيتوا لي بالضبط قيمتها واحد 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 قيمتها واحد يو تي قيمتها واحد. The value is one. The direction is not known. فبالتالي هاي يو تي داش قيمتها واحد. طب شوف لي دي يو تي التغير في دي يو تي وين اتجاهه بالضبط؟ دي يو تي وين تغير اتجاه وين باتجاه مين التغير هذا؟ نورمال باتجاه النورمال. فاذا بقدر احكي انا انه هذه اللي بقدر اكتبه يو نورمال. فاذا اصبح عندي دي يو تي هي يو تي داش دي ثيتا في يو نورمال. هذا شو قيمه الان دايركشن معي هاي ظلت القيمه هاي واحد. اذا اصبح عندي دي ثيتا يو ان هذا مين قيمه دي يو تي اوكي. بس دي ثيتا حدا بيقدر يوجد لي اياها من هذا المثلث؟ ليش هذا المثلث نفس الرسمه بس في مثلث اخر بقدر اوجده؟ شو بيكون هون؟ الجسم كان عند النقطه الاولى تحرك عند النقطه الثانيه كون عندي دلتا اس، تغير دلتا اس، مش حكينا قبل شوي دلتا اس هي التغير في البوزيشن؟ كون عندي دلتا اس وهاي يو رو وهاي رو. الان رو رو ممكن يختلفوا لكن احنا بناخذ فيري ليتل بارشال اوف تايم، صغير صغير كثير يعني زي الدلتا تيتا صغير كثير. فبالتالي شو بقدر احكي عندي اس هون؟ زي اللي حكيته قبل شوي. صحيح يعني نفس الاسامبشن اللي عملته قبل شوي. طيب اذا شو بقدر احكي دي ثيتا شو بتساوي من هاي المعادله اللي هون؟ دي ثيتا بتساوي دي اس على رو. طب حط لي هاي وين هون تمام. طبعا هو لسه احنا في عندنا دي تي نسيناها هون هي دي تي أو خلينا عفوا لسه ما وصلنا النقطة هاي ما سوري ما وصلنا هاي النقطة لسه ما حكينا. هاي دي ثيتا شو صارت؟ دي يو تي بتساوي التغير في الفيكتور تاع مين التانجنشال بيساوي دي اس على رو مضروبة في مين؟ في يو ان. طب هذه وين نحطها؟ I return it back to the general equation بقسمها على دي تي شو بصير عندي؟ بصير عندي دي اس على دي تي في يو ان على واحد رو مضروبه في مين؟ في في. اذا حدا بيقدر يحكي لي شو دي اس على دي تي؟ شو هاي القيمه دي اس على دي تي؟ فيلوسيتي. فيلوسيتي. اذا شو صار عندي؟ V مضروب V على رو مضروب في اتجاهها بالنورمال. إذا شو اسمه هذا؟ نورمال اكسلريشن تمام؟ شو اسمه؟ نورمال اكسلريشن. شو قيمته؟ V تربيع على رو. اوكي؟ إذا أصبح عندي الاكسلريشن الآن وجدت له تو كومبوننتس، أول كومبوننت هي كانت التانجنشال اللي هي مشتقة السرعة مباشرة. يعني بالنسبة للزمن مشتقتها مباشرة السرعة مش اتجاهها، مشتق الفانكشن تاعها بالنسبة للزمن اللي هي شو طلعت اعطتني هون A tangential. وين اتجاهها؟ بالA U tangential. والV مضروبة في القيمة الجديدة اللي هي طلعت عندي V على رو في اليو ان، أصبحت عندي
في تربيع على رو اللي هو السرعة تربيعية على رو نصف القطر أو نصف الكيرفتشر، القطر تاع الكيرفتشر مضروبة في اليو أن. شو اليو أن كمان مرة؟ اليو أن عبارة عن مين؟ عن النورمال كومبوننت. تفضل يا طارق. دكتور هل حكيت عنها لما يقترب اليو تي من اليو تي فتحة من اليو تي اللي هي ساين دي ثيتا ايكوال دي ثيتا؟ نعم. ليش تساويها يعني لما تقترب منها؟ أخذت النهايات، تتذكر الماثماتيكس في النهايات يعني. أوه. هذه كلاسيكال واي اوف ذا ساين، انه تقريبا الساين يعني رول، كلاسيكال رول تحكي لك انه ساين ثيتا لما تكون ثيتا goes almost to zero ساين ثيتا بتساوي ثيتا. تمام. اوكي. الان اذا اصبح عندي two components كمان مره، these are two components. The first one is the normal coordinate, عفوا the tangential coordinate اللي هو u a a t the acceleration، والnormal component اللي هو v square على rho. تمام. تفضل يا طارق. غلط دكتور. طيب الان بال 3D، هذه بال 2D بس احيانا بلزمني 3D. ليش بلزمني 3D؟ ممكن انا يكون الجسم عندي بيعمل ايش؟ تانجنشال، حركه تانجنشال ونورمال وبصعد لاعلى، او مثلا تانجنشال ونورمال بروح للجهه الاكس. يعني مثلا ممكن الجسم عندي انا اعتبار هذه اكس، ممكن الجسم بيكون يعمل روتيشن هيك رايح باتجاه اكس، فبالتالي ما بقدر اسمي الثيرد دايركشن اكس او زد او واي، فاصطلحوا عليه بمصطلح اسهل وسموه ايش؟ سموه بي. فبالتالي راح يكون عندي النورمال كومبوننت هيو او النورمال كوردينيت والتانجنشال كوردينيت، والعمود الثالث عليهم شو راح يكون؟ بنورمال ايش؟ بنورمال ايش اكسس، فسموه بهذه الطريقه. فمنشان هيك احنا هاي الحركه الثلاث ابعاد تقريبا في التانجنشال والنورمال ما بنجيب ثلاث ابعاد، لانه اصلا يعني الاسهل بالثلاث ابعاد توصفها باستخدام السلندريكال كوردينيت. اوكي، اسهل بكثير لانه العلاقات اوضح واسهل. اما بهاي الطريقه في عندي يو تي يو ان ذا ثيرد كومبوننت ويتش از يو سب بي. حد عنده اي استفسار قبل ما نحل سؤال؟ اذا شو اللي فهمناه لحد الان؟ اشتقاق المعادلات ليش مهم؟ فهم، لأنه إذا بتحفظ حفظ بزبطش معك، ممكن شغلة بسيطة نغيرها بالسؤال تغير كل القوانين. فضروري جدا تكون understand what happened. particle كان بهذه الجهة، اعتبر الجسم هون عندي كيرف، particle كان بهذه الجهة ارتفع لجهة أخرى، فصار عندك تغير بالtangential والnormal. كان هذا التانجنشال والnormal هيك، لما وصل هون هاي التانجنشال لهذه الجهة هاي والnormal بهذه الطريقة، إذن شو صار عندك؟ تغير في الاكسس مع تغير حركة الجسم أو الجسيم. حدا عنده كمان رأي استفسار؟ نحل هذا السؤال يلا. قبل شوي حكيت لكم الراديوس اوف كيرفتشر أخذتوه بالماثماتيكس، تمام، بالكالكولوس 2 I think ولا 1 مش متذكر. هذا الكيرفتشر، راديوس اوف كيرفتشر له معادلة هاي، هاي للحفظ ولا إيش تتذكرها بس افهمها. رو هي الراديوس اوف كيرفتشر بتساوي واحد زائد المشتقة الأولى بالنسبة لإكس تربيع تحت الج أو عفوا كلهم لقوة 3 over 2 which is 1.5 مقسوم على الأبسوليوت فاليو لمين؟ أبسوليوت فاليو لمين؟ السكند ديريفيتيف. طب هل الراديوس كيرفتشر ممكن يطلع نيجاتيف؟ لا. تمام؟ فبالتالي الراديوس كيرفتشر always positive. Alright؟ في عنا when the sky reach at point A along the parabolic path. Parabolic path. In the figure below, he has a speed of 4 meter per second. مين اللي هي؟ Square. Which على مين رجعت which is increasing at rate or at 1.2 meter square per second meter per second square عفوا مين at على مين رجع which speed على speed مباشرة يعني إذا طيب أي تسارع هذا
تسارع جرافيتي الجاذبية. لا 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 لا، ما تخربش الأمور. يعني نورمال. كيف بده يكون نورمال؟ احنا حكينا تانجنشال مربوط تانجنشال مع السرعه، انه اذا بالضبط. بتزيد وتنقص السرعه هي مرتبطه مع مين؟ مع التانجنشال. فبالتالي ما دام حكى لك which is increasing ترجع على مين؟ على سبيد، بتزيد وبتنقص. اذا شو اللي بيصير؟ دي في على دي تي. اذا شو اسمه هاي؟ تانجنشال. رايت؟ اذا اي تانجنشال. بي كيرفول هاي النقطه، لانه احيانا كثير يعني هاي ممكن تجيك في دائره في امور زي هيك، فبدك تكون فاهم شو هي عباره او شو هي السرعه، عفوا التسارع. اوكي، اذا معي الفيلوسيتي معي التانجنشال اكسلريشن، ذاتس جريت. شو المطلوب مني بهذا السؤال؟ ديتيرمن شو الاشياء؟ ذا دايركشن اوف ذا فيلوسيتي، بدنا الدايركشن تاعت السرعه تاعته. هي موجوده بس بدنا نوجد لها الزاويه ثيتا. طلع الدايركشن تاعها، لانه هذا التانجنشال مائله بزاويه ثيتا عن الاكس اكسس. وشو كمان عندنا؟ اند بدنا نروح على الاكسلريشن، بدنا نوجد ماجنتيود تاع الاكسلريشن. ليش؟ لانه انا في عندي نورمال اكسلريشن بعرفش لسه، فبالتالي لازم اوجد ماجنتيود تاع الاكسلريشن والدايركشن على عند تلك اللحظه. يعني انا بدي اوجد الدايركشن تاع الفيلوسيتي، بعدين بدي اوجد الدايركشن والاكسلريشن تاع السرعه، تمام؟ تاع التسارع. حكى لي هيك جملة بسيطة بالنهاية، شو معناه وليش بالأصل حكاها؟ اتجاهل لي حجم هذا المتزلج. بالمعنى العام لما نتجاهل حجم جسم شو بتقول نتعامله؟ as a particle. particle as a particle، تمام؟ يعني انت عامل لي هذا الجسم زي particle. اوكي، طيب الكيرف اللي بيمشي عليه المتزلج شو بكون؟ هي معطينا اياه، ممكن نغيره، ممكن يكون قيمه اخرى، يعني ما نعرفش احنا شو الكيرف، بس ولكن اللي معطينا اياه هون هذه الطريقه. كيف بدنا نبدا الحل؟ الحل يكون بالطريقه التاليه. اول شيء مش نهمل الوزن، نهمل لانه هون احنا ما بنتعامل مع فورسز لسه، بنهمل انه او الجسم يكون كبارتيكل، نعامله مش ريجيد بادي كبارتيكل. هذا اكزامبل 1.8. هذا الجسم موجود هنا، انه هو خلص عملناه كبارتيكل، ارتفاعه 5 والبعد اكس 10، تمام؟ والان رسم لك عليه تو اكسس. لو ما رسمهم انت بتقدر ترسمهم؟ نعم، بكل بساطه بتقدر تحكي هذا التانجنشال وهذا النورمال. يعني هيك هي يو تي، هذا نيو نورمال. طب اليو تي كم مائل عن اكس؟ شو هاي الزاوية؟ تيتا. بدنا نوجدها. هاي ايش؟ اتجاه سرعته بهذه الطريقة، هون النورمال هون التانجنشال. اوكي؟ طب نكتب المعطيات. المعطى الأول V بتساوي 4 متر لكل سكند. شو في كمان عندي هون؟ A tangential. كيف عرفت؟ حكينا من المفهوم اللغوي إن السرعة تتزايد ب 1.2، ما حكى كمان decreasing. ممكن نجيب لك سؤال decreasing. شو كمان عندي؟ في شيء لا، بس إنه حكى لي X كمان بتساوي 10 متر، واعطاني قانون الرو. طيب اول شيء مطلوب مني اوجد ايش؟ اوجد الدايركشن اوف بدي ثيتا اوف فيلوسيتي. كيف بدي اوجد الدايركشن تاع الفيلوسيتي؟ ده
بعرف انه تانجنشال 100% تانجنشال. طب شو معنى التانجنشال؟ تفضل. تان الانفرس للخمسة على عشرة. هذا اكبر غلط بوقع فيه الطلاب. طلع لي على الرسمة خمسة تمام هون والعشرة هون. لو بدي اعمل تان انفرس بين خمسة والعشرة شو معنى؟ معناته انه الجسم ماشي على هذا الخط مش على خط كيرف تمام؟ يعني متغير. انت بتوجد بالضبط الزاوية هاي. تعرف انت بتوجد ايش بالضبط؟ ما بت يعني مش ميل يعني انت ما بتوجد الزاوية هون. طلع هون الكيرف ماشي بهذه الطريقة يعني ما بضمن انه هاي النقطة الاي وعند الاوريجين هو خط مستقيم. طلع مش خط مستقيم بالحكي تاعك بالضبط كأنك فرضت انه خط مستقيم وهذا الحكي غلط. طيب شو الايش البديل؟ شو ليش البديل؟ لما يكون عندك كيرف ويقول لك وجد التانجنشال له كيف تعمل؟ بالماثماتكس كالكولاس كان يحكوا لك وجد التانجنشال للكيرف اكس تربيع مشتقة مين؟ الأولى بالنسبة للبوزيشن دي واي عادي اكس بالضبط تمام؟ تانجنشال حتى حكينا أول شيء مشتقتها هي التانجنشال فبالتالي هون بتساوي تيتا. اذا عند تلك اللحظه يعني خمسه من نستخدم عفوا 10 من نستخدمها بس عند تلك اللحظه اذا شو بقدر اكتب الان؟ دي واي على دي اكس بتساوي اكس على 10 صحيح. واذا بدكم نوجد بالمره لانه راح نستخدمها بالمعادله الثانيه دي واي سكند ديريفيتيف بتساوي واحد بالعشرة تمام. الآن إذا شو بقدر أحكي؟ تيتا بتساوي تان إنفرس لمين؟ للعشرة على عشرة. كيف عرفت عشرة على عشرة هي؟ وبتساوي 45 ديجري. كم التان إنفرس للواحد؟ 45 degree. طلع لي هاي تيتا اللي هون بس هو the actual things the actual direction وين انت وجدت تيتا هذه الطريقة بس لو بدك توجد تيتا بهاي الطريقة من هون لهون ها كم تيتا من هاي لهون اللي رسمتها بالخط الأحمر هاي كم تيتا هاي مئة وثمانين زائد خمسة وأربعين. 225 كلام سليم. أوكي 225 That's it. الآن إذا بطلب عندي بقدر بكل بساطة أحكي إنه الفيلوسيتي اتجاه باتجاه التانجنشال والتي التانجنشال هو هيو تانجنشال واللي ببعد زاوية مقدارها كم يعني هاي بتسميها X وهاي Y أو تحكي بهذه الطريقة هاي 45 تمام أو بتقدر تحكي من X لهون 50 عفوا 225. طيب هاي اول شيء وجدناه هاي الدايركشن تاع السرعه وجدناه ومن خلاله شو حددنا الدايركشن تاع يو تي. اللي بعديه بدنا نوجد اي نورمال او بدنا نوجد اي بشكل عام اي بدها اي نورمال واي تانجنشال اذا ضروري نوجد الاي نورمال. شو بتساوي الاي نورمال اللي درسناها معاي velocity؟ yes. معاي رو؟ لا والله ما معاي رو. شو بدك تعمل؟ رو. شو بتساوي؟ طيب كيف بدها تكون الآن؟ بكل بساطة رو بتساوي واحد زائد كم؟ كم دي واي على دي اكس؟ اكس على 10 ضرب 100 واحد واحد تربيع. القوة كم؟ لواحد ونص ولا ثلاثة على اثنين؟ ها ثلاثة على اثنين مقسوم على كم؟ واحد على 10 واحد على 10 اللي هو 0.1. يلا وجدونا كم بيطلع هون؟ حدا يحسب رو كم تطلع؟ 28.2 28.3 او 28.3 متر
تمام؟ هي 28.3 متر. هاي الراديوس تاع الكيرفتشر، وهذا شيء منطقي جدا. تمام؟ الآن نروح على الصفحة اللي بعديها، شو نحل الآن؟ نوجد أي قانون. في طالب سألت هذا القانون بتغير لكل سؤال، أي قانون؟ آه لا لا، رو هذا القانون نفسه، لا هذا قانون ماثماتكس مش من الديناميكا. هذا القانون تاع الموجود هون هو عبارة عن ماثماتكس from calculus، إنه بقول لك radius of curvature لإشي معين هيك. ممكن يجيك سؤال زي راح نشوفه كمان شوي بعدين، عبارة عن نص دائرة يكون واضح radius of curvature، تمام؟ فبالتالي بعض الأسئلة لا بدك توجد radius of curvature، بعض الأسئلة بيكون واضح يعني clear، اللي زي اللي على round about دوار معين تقدر توجد radius of curvature نهائياً مباشرة عفواً. طيب let's go to the next step. Next step شو بتحكي؟ A normal بتساوي الأربعة تربيع على 28.3. شو بيطلع معكم؟ 16 على كم؟ 2. صحيح الإجابة؟ أنا مذكرهم من أسئلة مبارح يعني أو محاضرة مبارح. طيب نكمل شو بعديها بنحكي؟ A بتساوي square root of إيش؟ A tangential تربيع زائد A normal تربيع، اللي هي راح تكون square root of 1.2 تربيع زائد 0.56 تربيع، تطلع 1.3. صحيح؟ تمام؟ هاي هي ايش؟ هذا هو الاكسلريشن بشكل عام. شو قيمة؟ ماجنتيود. طب مشان نوجد دايركشن بكل بساطة بقدر ارسم رسم التعريف، يعني تعودها هاي دائما. هاي لكم هاي القيمة تاعت مين؟ اي تانجنشال. شو قيمتها؟ 1.2، والاي نورمال هي تيجي تقريبا بنصها، اللي هو شو بتساوي او نورمال؟ اللي هي بالضبط 0.56. شو راح يجيك ما بينهم؟ ايه وهاي سميها الفا. ايه وجدتها 1.3. طب الفا كيف بدي اوجدها؟ الـ inverse لمين؟ الخمسة الـ 0.56 على الـ 1.2. كلام سليم، اللي هو المقابل على المجاور. شو المقابل تاع هاي تيتا؟ 0.56 على 1.2. شو بيطلع هون الزاوية؟ 25 توقع طلعوا شباب امبارح هيك بس. تمام؟ الآن إذا بترسم لي هذا الرسمة وبتكتب لي هون هاي يو تي يو نورمال عفوا، هون اتجاه يو تانجنشال، اجابتك صحيحه وتكتب لي الزاويه 25. تمام؟ جيد؟ ولكن اذا بتحب تفرجيني الزاويه بالنسبه لاكس كيف راح تكون؟ اذا بتتذكروا كانت اكس وكانت هون تكمله اكس هاي هيك، كانت الزاويه هاي كم؟ قبل 10 دقائق وجدناها 45. إذا كم هاي الزاوية اللي رسمها باللون الأخضر؟ إذا بدك تسميها بيتا. بيتا بتساوي ميتين. أوكي؟ إذا هيك بتكون هذا اتجاه الأكسلريشن بزاوية 200، واتجاه السرعة كان مين؟ أو كان كيف عفوا؟ اتجاه السرعة كان بهذه الطريقة. تمام؟ طيب اللي بدي أحكي لكم إياه هون، طلع لي على تسارع، اتجاه التسارع على اتجاه السرعة. تمام؟ الآن اتجاه التسارع نازل أسفل، اتجاه السرعة شوي مرتفع.
أوكي؟ شو يعني هذا الحكي؟ شو رأيكم؟ كمان مرة دكتور. تجاه السرعة بالضبط نستخدم الأقلام. تجاه السرعة جاي هيك. تجاه التسارع جاي شوي أعلى، شوي صغيرة. جاي شوي صغيرة أعلى. زي هيك. شو يعني هذا الحكي؟ إنه بالنهاية رح هذه ترتفع لأعلى سرعة، تمام؟ ويصير عندك لما بيجي المتزلج بيجي هون الكيرف هذا مهم جدا، بيعطي قوة طرد مركزية. ها رح نأخذها إن شاء الله لاحقا، اللي هي بسبب النورمال أكسلريشن. مش نورمال أكسلريشن هيك، هي نورمال أكسلريشن، بيعطي قوة طرد مركزية، تمام؟ فهذا لما يعطي قوة الطرد المركزية بتساعده على القفز لمسافات أعلى. أوكي؟ هذا هو الهدف من الكيرف اللي موجود في التزلج أو الباث تاع التزلج. وفي إشي آخر، مين بتذكر إشي آخر غير هاي النقطة؟ في إشي نوع تاني، معذرة دورها. في نوع آخر هو غير هذا الموجود أمامي، اللي هو إذا بتعرفوا سكوتر، تجيب تلعب في السكوتر، يعني هذا مشهورة كتير في معظم مدن، أسف عنا فيش إحنا منها. سكوتر بتقدر تلعب بهذه الطريقة، تمام؟ اللي هو التزلج بوردينج، سوري وودينج بورد. أوكي، كل هاي أنواع معينة الهدف منها كمان مرة إنه بنعمل كيرف مشان أنت تضلك تحرك بسرعة عالية. وأيضا الكيرف الموجود في التزلج في الجليد مشان يعطي قوة دفع أعلى. حد عنده أي استفسار؟ دكتور يعني التسارع اللي بسبب قوة الطرد المركزي ولا السرعة؟ لا التسارع هو السرعة، بس هو أصلا أقصد يعني إنه هو اسم التسارع المركزي، بس هو شو قيمة هي؟ أرجع لورا، هي بالضبط هون بي تربيع على رو. إذا السرعة، مشان هيك لما بتصير سيارة أنت بسرعة عالية جدا على مفرق شو بصير فيها؟ تقلب، لأنه بصير قوة طرد على السيارة فبتقلب. مشان هيك بقول لك خفف السرعة to the minimum أو لأقل شيء ممكن. يعني في عندك منعطفات حادة ما بتقدر تمشي عليها على سرعة 60 ولا 70، في عندك منعطفات تقدر تمشي عليها 60-70، تمام؟ كله حسب مين؟ يلا طلع لي على المعادلة، حسب مين شباب؟ شو معنى المنعطفات الحادة؟ بالماثماتيكس طلع لي على هاي المعادلة وبكل بالماثماتيكس شو معنى المنعطفات الحادة؟ يعني قطر صغير؟ قطر صغير كبير، صغير كتير عفوا. فبالتالي زي هيك، هاي منعطف حاد، يعني تيجي السيارة ماشي هيك هاي منعطف حاد. بس لو كان السيارة ماشي هيك، خلينا مثلا بس عامل هيك الكيرف، شو بصير عندك هون؟ هذا القطر تاعه اللي هون كبير، فبالتالي بخفف مين؟ بخفف التسارع. أوكي؟ مهما كانت سرعتك عالية، مثلا لما تكون سرعتك 60 ميل بير أور، كتير 60 ميل بير أور، 40 ميل بير أور، يعني تقريبا 60 كيلومتر، تمام؟ تربيع على رو، ريدس كيرف فيتشر قيمة معينة، مش نفس لما تكون أنت ماشي على ريدس كيرف فيتشر منعطف حد أكتر مثلاً أضعافه أو أقل ضعفين، فبالتالي بيصير عندك تسارع مركزي عالي وقوة فورس وقوة طرد عليك عالية جداً، أو بنسميها نورمال فورس سنتربيوتال، هم بسموها بالفيزيكس سنتربيوتال فورس. أوكي؟ فهي قوة جداً موجودة، أو عفواً قوة عالية. طب شو تطبيقات كمان مره النورمال اكسل المعادله، شو تطبيقات النورمال اكسلريشن؟ بدنا اياه النورمال اكسلريشن، وين بلزمنا النورمال اكسلريشن؟ ما في عندكم ابلكيشن تستخدموه بالريال لايف وبلزمنا فيه شيء؟ دوار. وين دوار مثلا؟ لا ما هو هذا الدوار احنا حكينا عنه قبل شوي. لا اقصد انه بدنا واحد انه بنستخدم فيه النورمال اكسلريشن كثير. عمكم مش عرفتوا كيف بيطلعوا لكم الزبده؟ ولا حليب خالد دسم تعرفوش كيف بيعملوا السكيم ميلك اللي هو حليب هذا 1% طرد المركزي، تمام؟ بتكون هنا في فلاتر، اوكي؟ فبالتالي لما بيعمل حليب روتيشن بسرعة عالية جدا بيضطر الدسم تاع الحليب يخرج من هاي الفلاتر،
فبالتالي هيك بنزعوا الملك بنزعوا الدسم من الحليب. تمام، وبالضبط هذا الدسم هو نفسه او نفس الطريقه لما ردوا يخلطوه بنفس الطريقه مع مين، مع الزبده مثلا، او ينتجوا الشمينت مثلا فور اكزامبل، اوكي، او القشطه. وطبعا مش بس هيك، كل الفحوصات الدم لما انت بده يفحصوا عندك سكري، سوري مش السكري، ممكن كميات معينه بالدم، ممكن كميات معينه في شيء في سوائل الجسم، هذا بكل بساطه على اجهزه الطرد المركزي الموجوده. اورايت، خلينا نشوف اكزامبل الموجود امامي. خلصنا السؤال هذا، في حد عنده اي استفسار السابق؟ طيب، هاي في احد العمليات الانتاجيه او يعني بالبرودكشن لاين. The boxes in the figure below travels along the industrial conveyor as shown. If the boxes start from rest at A، وين A؟ هي A مبينه، بلش من rest at A and increase its speed such that A tangential equal the following equation. دقيقة شباب. اوكي، انه اي تانجنشال بهذه الطريقه، وعندي انا ستارت فروم ريست، والفيلوسيتي بتاعته انكريزز فروم ذيس بارت، which time is in second determine the magnitude of its acceleration when it arrive at point B. بدنا كم التسارع عند النقطه A. طب لو حكى عند B عفوا، لو حكينا بطريقه بسيطه جدا، اوكي، خلينا على الرسمه اول شيء بعدين بروح على الجراف المشهور. عند النقطه A، شو في عليه؟ شو انواع التسارع الموجودة عنده؟ بس تانجنشال. ليش؟ انه في فيش كيرف. متأكد؟ عند بي ولا اي؟ عند بي. عند بي الجهتين تانجنشال ونورمال. ايوه هذه هي. عند بي في تانجنشال وفي نورمال. طب التانجنشال هي معادلته. طب النورمال؟ وروهن كم؟ هي واضح روهن تنين. يعني هون بتحتاجش لمعادلات واشتقاقات، رو واضح هي اثنين. بس المشكلة ما عنديش التايم. أنا ما عندي التايم ولا عندي الفيلوسيتي أصلاً. فبالتالي شو بدي أعمل أنا هلا؟ كيف بدي أحل السؤال هذا؟ معادلات الحركة يعني؟ مش معادلات الحركة، ما تقوليش معادلات الحركة، معادلات الحركة يعني كونست أكسلريشن. هي بالضبط هي معادلات الحركة equation of motion بس باشتقاقات، تمام؟ لأن هون variable with time and acceleration. خلينا نرسم السؤال، خليني أول شيء أرسمكم رسمة هون. في عندي جسم جاي هيك، بعدين جاي هيك، تمام؟ البارتيكل موجود عندي هون، هون، أما شو بارتيكل بوكس بي هون عند A، تمام؟ المسافة هاي كم؟ 3 متر. والراديوس هون كم؟ 2 متر. اوكي؟ طب المشكلة اللي او الشيء بدنا اياه مش معطينا شيء انه نوجد انه فقط معطينا الفانكشن A tangential شو بيساوي؟ فانكشن الأمامنا. طيب شو يعني الاي تانجنشال؟ دكتور بنرجع نرجع في السؤال. طيب مشان نرجع نرجع بالسؤال شو بلزمني؟ بنكامل ال بنوجد في. كلام سليم. وبنكامل في شو موجود؟ بنكامل في بنوجد الاس. اس، تمام؟ طيب انا عندي اس اي كم قيمتها؟
في اي شو قيمتها؟ لا 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 اس اي اي هي عندي اس اي طلع ليها هي اس هنا كيف بدات يعني الرسم هون اس اي يعني كاتب لك السؤال اس هيك يعني ابتداء من نقطه اي في 0 في اي 0 واس اي 0 واضحه طيب اس بي شو بتساوي 3 زائد كم كم المسافه اللي مشيها من البوزيشن اي ل بي طلع لي كم هاي المسافه هاي 3 زائد كم هاي المسافه كم هاي المسافه اللي هون 2 2 باي في 2 2 باي في 2 على كم 2 4 على 4 ليش لان ربع سيركل ربع سيركل تمام بتطلع الاجابه 6 1 عفوا 1 4 متر تمام وضحت الفكره هون اذا شو اللي عملته انا هون اوجدت البوزيشن عند بي طب والبوزيشن عند ايه معروف اذا شو باجي بحكي زي ما حكت زميلتكم بعمل تكامل مرتين التكامل الاول منه بوجد السرعه والتكامل الثاني بوجد منه مين البوزيشن خلينا نعمل الحكي هذا خلينا نشوف تكامل الاول في بتساوي الاكسلريشن شوف بتاع مين مش الاي نورمال بتاع الاي تانجنشال دي تي ضروري طيب خلينا نعمل تكامل للفي شو بتساوي للاكسلريشن هذا 0.2 زائد 0.1 تربيع دي تي اعملوا لنا تكامل شو بيطلع معك في شو بتساوي 0.2 تي بلس 0.033 تي تكعيب بلس في نوت كم في نوت زيرو لانه لما بلش عند ايه كانت صفر فبالتالي هذا الفي كلام جميل الاس شو بتساوي نفس الفكره تكامل الفي تكامل لمين للفي تعمل تكامل شو بيطلع عندك 0.1 تي سكوير 0.1 تي سكوير بلس 0.083 بتطلع هي تربيع او 8 خلاص بكفي 8 دي قوة 4 على 4 قوة 4 تربيع قوة 4 قوة 4 زائد اس نوت كم اس نوت كم الاس اللي بلش فيها صفر اس واحد اي اس اي اللي هون صفر كمان مره عندي اذا شو صارت عندي المعادله انا صارت عندي معادلتين واضحات هاي الفيلوسيتي هاي البوزيشن طب بيلزمني التايم كيف بدي اوجد التايم كيف بدي اوجد التايم نعود عند الاس بي اس بي اس بي معانا الوقت اللي موجود فيه فبنعوض مباشره عفوا معانا البوزيشن فمباشره بنعوض اس بي اس بي شو بتساوي ستة بوينت أربعة ستة بوينت واحد هي بتساوي بوينت واحد تربيع زائد حدا بيعرف كيف نحل هاي المعادلة بكل بساطة بتحل المعادلة بالجذر التربيعي أو open brackets اللي بدك إياه أو باستخدام الآلة الحاسبة to save time t بتساوي 4.7 سكند تمام 4 ثواني و7 بالعشرة وهذا متوقع انه بوكس يمشي له هاي المسافة في خلال ثواني بسيطة بالاخص في فاست برودكشن لاين اذا اصبحت الفكرة واضحة ولا لا شو رايكم واضح واضح كل شيء الان بعمل عكسي برجع رجوع عكسي بحكي انه الفي عند هذا التايم خلص البوزيشن معروف بلزمنيش اصلا في عند 4 بوينت في بي بدي اسميها في عند بي لانه في بي بتساوي 0.2 مضروب في 4.7 زائد 0.033 مضروب في 4.7 قوه 3 هذا يوجدنا اياها والاي تانجنشال
at point A شو بتساوي؟ point 1 أو point 2 عفوا plus point كم كانت؟ point 1 4.7 تربيع مظبوط point 1 yeah that's right عند B مش A عند B yes that's right لأنه A صفر طيب شو بطلع عندي هون؟ شو طلعت معكم حدا وجد الأرقام؟ مش متذكر أنا الرقم 4.4 ولا إشي أقل 2.4 جوز هذه أو 2.3 أوكي هيك إحنا وجدنا إيش كل شيء مطلوب منا بس الأرقام ضلت أنا أتوقع الأي نورمال مش عارف كم طلع مع الطلاب أتوقع طلع معهم 10 أتوقع طلع معهم 9 وشوي مش متذكر أنا سوري 9 و7 جوز متر بير سكند سكوير والأي شو بدك تعملها جذر تربيع الأي نورمال أي تانجنشال تربيع بتطلع عندك طالب الدايركشن مش طالب الدايركشن مدام مش طالب دايركشن ذاتس ات بس لو طلب الدايركشن تقدر تحكي انه الاي تانجنشال بهذه الطريقه والاي نورمال هيك والاي ما بينهم هون تطلع اتوقع 10 متر بير سكند بس تاكدوا من الارقام حدا عنده اي استفسار هذه هي طريقه ايجاد النورمال والتانجنشال كومبوننت حدا عنده اي استفسار في شيء مش واضح فيها كمان مرة This is classical way of finding tangential and normal component of acceleration فإذا بنسأل هون نسأل عن tangential والnormal acceleration concept تمام حل المعادلة زي ما حكيت لكم مش بقدير بتحلها باستخدام آلة حاسبة والأرقام تتأكد منهم إنهم أرقام صحيحة حد تأكد إن أرقامنا صحيحة اه دكتور صحيح تمام في حد عنده اي استفسار اخر بدي اوقف هون بنكمل المحاضره بعدين ان شاء الله لو مساء الساعه 4 يعطيكم الف عافيه الله يعافيك الله يعافيك السلام عليكم ورحمه الله